جلسة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الشهيد شكري بالعيد اللي هو أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأحد قادة الجبهة الشعبية، وهو أيضا محامي من المحامين البارزين المدافعين على الحقوق والحريات. بطبيعة الحال المحاكمة هذه جاءت بعد انتظار كبير، بعد أكثر من قرابة العامين ونصف من حادثة الاغتيال، جاءت بعد مسار معقد وصعيب ما في الأعمال الأولى متاع التحقيق والطعن في قرار ختم البحث وغيره. أكيد أنه الناس كل تابعته، ونحن اليوم أولا كجبهة شعبية وكمحامين وكمهتمين بالقضايا الوطنية كلنا ننتظر في كشف الحقيقة. هذا هو تقريبا الشعار الأساسي لمحاكمة اليوم، الناس كل تنتظر في كشف الحقيقة على عملية الاغتيال هذه، مش فقط بالنسبة للي نفذها لكن أيضا بالنسبة للي سهلها واللي خطلها واللي أعطالها التعليمات واللي سهل القيام بالعملية هذه. بطبيعة الحال عملية الاغتيال واستشهاد رفيق شكري بالعيد مثلت لحظة فارقة في تاريخ تونس متاع السنوات الأخيرة. القضية تأجلت وثم أكثر من سبب، يعني جعل من هيئة المحكمة تتولى تأخير القضية. أولا المعروف أنه القضية ضخمة وكبيرة جدا، 8 بواطات درشيب، إضافة إلى قرار دائرة الاتهام اللي هو يبلغ حجمه حوالي 480 صفحة. السبب الثاني هو أنه المتهمين كانوا قد رفضوا الخروج من غرفة الاحتفاظ والمثول أمام المحكمة. بالنسبة لهيئة الدفاع، هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي طلبت التأخير لتحرير الطلبات، وحتى لا تتعارض ولا تتضارب مع بعضها البعض، باعتبار أنه المئات من المحامين ينوبون ورثة الشهيد. أيضا بالنسبة للمتهمين، لمحامي المتهمين، يعني أيضا طلبوا التأخير لإحضار منوبيهم وربما للاتصال بهم بالسجن المدني حتى ربما يقع إقناعهم بضرورة المثول أمام المحكمة. ثمة اليوم أمر هام، هو أنه بحكم أنه ثمة صحافة أجنبية وثمة ممثلي لمنظمات المجتمع المدني ولمنظمات حقوقية دولية، ثمة رغبة من الهيئة المحكمة أن تمسك بزمام الأمور من البداية وأن تحاول أن تطبق القانون بحذافيره بدءا من قرار أو تلاوة قرار دائرة الاتهام إلى أيهما أولا، هل يقع تضمين إعلامات النيابة أولا أم هل يقع تلاوة القرار أم هل يقع يعني تطبيق استنطاق المتهمين على الأقل الذين حضروا بحالة صلاح. اليوم للأسف لاحظنا أنه فما إخلالات كبيرة من حيث التنظيم المادي للمحاكمة. المحاكمة تدور في بهو قصر العدالة بباب بنات، فما يعني سوء تنظيم كبير، رغم أنه عديد الأطراف المداخلة خاصة الهيئة الوطنية المحامين طالبت بتوفير ظروف مناسبة لإجراء هذه المحاكمة بما يضمن يعني احترام حقوق الدفاع، بما يضمن حق المواطن التونسي أيضا في أنه يكون على علم بما يجري في هذه المحاكمة، لأنه كما قلت هذه ماهيش محاكمة عادية، هي محاكمة سياسية بامتياز ومحاكمة يعني تم يعني الرأي العام التونسي بصفة عامة. لكن للأسف لاحظنا أنه الظروف اليوم بصفة عامة المادية ما زالت يعني كنطلقت يعني الجلسة وباش نتابعوا عن كثب وبدقة مدى يعني تكريس المحكمة لمقتضيات المحاكمة العادلة. على الأقل من ناحية التنظيم المادي للمحاكمة يعني فما برشا يعني نقص. يا منوش يا سفاح يا قتل الأرواح، يا منوش يا سفاح يا قتل الأرواح، شعب يريد العيش والتحرير، شعب يريد العيش والتحرير، شعب يريد العيش والتحرير. هو لا أعتقد أنه، بالعكس أنا نعتقد أن هيئة المحكمة تحاول أن تكون صارمة في تطبيق القانون وتحاول أن تعطي صورة للرأي العام المحلي والدولي من خلال تواجد وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمكتوبة، تحاول أن تقدم انطباع أنه ثمة تطبيق جيد للقانون.
بل أكثر من هذا حصل سجال ونقاش قانوني بين هيئة الدفاع وبين هيئة المحكمة حول مسألة تلاوة قرار الدائرة، هل يقع تلاوته قبل أن يقع تضمين نيابة إعلامات نيابة المحامين أم تقع التلاوة ثم التضمين؟ يعني بالعكس تم تحرص من هيئة المحكمة لأنه الأمر فيه ربما هيبة وسمعة القضاء التونسي في الميزان، لذلك أعتقد أنها تحاول هيئة المحكمة أن تكون حذرة في تطبيق القانون وتحاول قدر الإمكان أنها تكون مستجيبة قدر الإمكان. ننتظرون اللي نظن عليه منذ 6 فيفري 2013 وهو كشف الحقيقة، كل الحقيقة على مجريات ومعناها حقيقة اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد، من نفذ، من مول، من قرر، من أمر، كل الارتباطات بهذه الجريمة الإرهابية اللي اليوم كل الوقائع وكل إجراءات البحث وكل الحقائق التي كشفت تبين أنه هي جريمة اغتيال سياسي بامتياز، متورط فيها أكثر من طرف، متورط فيها أكثر من تنظيم، متورط فيها أكثر من عنصر، متورط فيها برشة دوائر. نحن نحب تكشف كل هذه كل الحقيقة، خاصة في هذا المسار اللي دخلت فيه بلادنا اللي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية واللي كل يوم تكشف أنه عملية اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد عندها ارتباط جذري بالإرهاب وبمجرميه وبدوائره وبدوائر قراره. لا سبن يا بلعيد على دربك لن نحير. حي حي شكري فينا، حي حي شكري فينا. حي المحكمة في الوقت هذا بالنسبة لي غلطة، قرار تفكيك الملفات، ملف شهيد شكري بلعيد وملف شهيد محمد إبراهيمي، زادة نتيجة على تماطل القضاء وعلى معناتها على خاطر ما خدموش خدمة صحيحة في الوقت اللي لازم تتخدم. دونك مشى بينا معناتها برولنا باش وصل انه يفكك الملف كيما هكا ويعدي مجموعة ويخلي مجموعة مازال يحكم معاها ومجموعة اصلا ما وجهلهاش الاتهام وسدعاها كشهود مش كمتهمين. دونك شنو ننتظر؟ نتصور انهم المجموعات هذيا باش تعادى من الاول توا باش تلبسها القضايا الكل، اما مش هذايا اللي احنا نحبوا عليه. نحنا حاجتنا بالكبار، حاجتنا بعلي العرايض، حاجتنا بلطفي بن جدو، الناس في قضيتنا نحنا اللي خبت وثيقه المخابرات الامريكيه وناس اللي حرضت والا تغاضت على التحريض على شهيد شكري بلعيد، الناس اللي سايبوا ابو عياق وهربوه وخرجوا في التلفزه يحكي اخراج علي العرايض في التلفزه يحكي على انه هو هرب ابو عياق. دونك حاجتي بهذوكم الساعه يتوجه لهم الاتهام ويتم استدعائهم كمتهمين مش كشهود، وقتها نجم نحكي على انه القضيه ماشيه بصحيح. اما توا اذا كان باش تجيني للصغار توجه لهم اتهامات وتحيلهم على القضاء في الوقت هذايا وبعد ما تفكك الملفات ماهيش هذايا انتظاراتنا. لا عيد لا عيد، خلوا ناشر ريب العيد، لا غنوش يا سفاح.